وللمزيد حول استمرار أزمة الكهرباء في العراق وتبادل الاتهامات بين شركاء العملية السياسية، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور نعمة الراوي. حياكم الله دكتور نعمة. أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبقناة الرافدين التي فضحت وتفضح هؤلاء الذيول التي نصبهم الاحتلال البريطاني والأمريكي على رقاب الشعب العراقي. أهلا بك دكتور نعمة. كيف تقرأ بداية التناقض الذي كشفت عنه تصريحات وزارة الكهرباء بعد استمرار انقطاع التيار الكهربائي وانهيار الطاقة أيضا، تزامنا كما تعلم مع موجة الحر التي يمر بها العراق؟ أخي الكريم، بداية لو تسمع هؤلاء الحثالات التي جاء بهم الاحتلال ونصبهم على رقاب الشعب العراقي المسكين وتولوا السلطة في العراق، مع الأسف الشديد لم يستفد منهم الشعب العراقي سوى المذلة والخسران، وبذلك أصبح الكهرباء ندرة يتندر بها العراقيين مع الأسف الشديد، والعراق بلد النفط وبلد الغاز، ولكن جارة السوء تفرض على هؤلاء الأذلاء ما يفيد النظام الإيراني المجرم بحق الشعب العراقي، ولن يستطيعوا تغيير أو تبديل أي مواصفات تريدها إيران. ولذلك انه نشوف تصريحاتهم متناقضه، وخاصه ما يسمى بالناطق الرسمي باسم وزاره النفط. قبل 3 أشهر طلع في مقابله مع احد القنوات وقال هذا الصيف سيكون مختلف جذريا، لان السوداني الله لا يطول بعمره سيكون مختلف عن بقية الرؤساء. وإذا يأتي الصيف وبأزمة أكثر، يعني مختلف عن بقية الرؤساء، بماذا مختلف؟ على ماذا كان يعول بهذه التصريحات؟ هو أول ما أجى للحكم قال وأشر أنه قضية الكهرباء سيكون أولوية في برنامجه الحكومي، واستبشرت الناس خيرا، وإذا به أسوأ من سابقين. أخي الكريم، هؤلاء لم ولن يديروا دولة أو يبنوا دولة في العراق لها مقومات الدولة، سواء الناحية الكهرباء، سواء الاقتصاد، سواء الاجتماع، سواء السياسة، سواء الجيران. هؤلاء فشلة ناس ليس لديهم خبرة في حكم ولو حتى منطقة مال دجاج. نعم دكتور نعمة، يعني جئت على ذكر إيران، ولكن ما هو دورها بالتفصيل إيران في تأزيم هذا الملف؟ أخي الكريم، لأن هاي مسألة العقوبات على إيران وكثرة العقوبات تجعل من العراق البقرة الحلوب لها، فتقوم ببعض الإجراءات التي تؤذي العراقيين ولكن تفيد جيوبهم، جيوب الإيرانيين، وما يحكمون في العراق لا يستطيعون رفض أي طلب للجارة السوء، لأن هي التي جاءت بهم ونصبتهم وأصبحوا يحكمون، وهم كانوا يحلمون أن يكونون ولو مدراء نواحي.
نعم، برأيك هل يمكن ربط اتهام الإطار التنسيقي لأنصار التيار الصدري باستهداف منظومة الكهرباء بالحديث عن عودة التيار الصدري للواجهة قبيل انتخابات المجالس مجالس المحافظات؟ أخي الكريم، هذه فبركة مقصودة وفبركة ليس لها أي واقع في الإطار العمل السياسي. الصدر لما كان في الحكومة ماذا عمل؟ هل يختلف عنهم؟ هل هم الصدريين قادة سياسيين؟ أنا لا أعتقد ذلك، ولذلك هؤلاء الإطاريين يجعلون الصدريين كبش فداء أمام العراقيين للتأليب عليهم، لأن الانتخابات قربت. إنه ما تقاسوا من الكهرباء هو سبب من أسباب الصدريين يقومون بهذه الأعمال القذرة، لكن الحقيقة هو ليس كذلك. هي المنظومة فاشلة، المنظومة منخورة، المنظومة لها من السوء وعدم الدراية بالسياسة وبالعمل السياسي والفني هو هذا السبب. ولا بالله عليك، وزارة اقتصاد، وزارة نفط، ما تعرف تدير بلد بحجم العراق؟ هل يعقل ذلك؟ وبخيرات العراق أيضا. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من لندن، الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور نعمة الراوي، شكرا جزيلا لك.